درجات حرارة قياسية، تلك التي تعرفها تونس منذ أيام، درجات فاقت المعدلات العادية في هذه الفترة من السنة بعشر درجات مئوية، دفعت بالتونسيين إلى استعمال مكيفات التبريد بصفة مسترسلة وفي آن واحد، مما سبب ضغطا كبيرا على محطات توليد الكهرباء في مختلف أرجاء البلاد. وقد أكد الكثير من المواطنين أن موجة الحرارة تزامنت مع انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق، الأمر الذي نفته الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي تسهر على توفير الطاقة للمواطنين. وقال مسؤولون فيها أنه رغم الضغط الكبير على استهلاك الكهرباء إلا أن الوضع تحت السيطرة، لكن الشركة الحكومية لم تنفي وقوع بعض الاضطرابات في خدماتها بصفة محدودة حسب تعبيرها، وأنها أرسلت فرقها التقنية لصيانة بعض المعدات التي تأثرت بالظرف المناخي الاستثنائي. وحسب السلطات، عرفت ظهيرة يوم السبت ذروة الطلب على الطاقة الكهربائية في تونس خلال هذه الصائفة بأكثر من 4300 ميجاوات، وسط توقعات بأن الأيام القادمة ستعرف ارتفاعا مماثلا في درجات الحرارة، خاصة في وسط البلاد وبالتحديد في ولاية القيروان التي سجلت في 24 ساعة الأخيرة حسب المعهد الوطني للرصد الجوي رقما قياسيا في درجة الحرارة تجاوز 48 درجة مئوية. معنا من تونس حمدي حشاد الخبير في البيئة والمناخ. سيد حمدي، مرحبا بك معنا على شاشة الحرة. هل ما يجري اليوم في تونس هو ما تم التحذير منه سابقا بشأن الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة نتيجة لعدة عوامل؟ كيف تنظر إلى درجة الحرارة اليوم في تونس مبدئيا وأنت خبير في المناخ والبيئة؟ في بدء الأمر سيدي الكريم مساء الخير. مساء النور. تقريبا ما يحدث في تونس ليس بمعزل عما يحدث في العالم. تقريبا منذ يوم 6 تقريبا جويليا، منذ أيام قليلة، وقع تسجيل رقم قياسي عالمي، يعني حيث بلغت أعلى درجة حرارة على كوكب الأرض لم تسجل منذ 125 ألف سنة تقريبا. يعني وصلت معدل درجة الحرارة المفروض تكون في 16 درجة وصلت إلى 17-23، يعني كانت هناك موجات حر في العديد والعديد من المناطق، وحطمت العديد من الأرقام القياسية في مختلف مناطق العالم، وبالتالي تونس لم تكون في منأى من هذا. وكما سلف في نشراتكم تقريبا سجلت العديد من المناطق في تونس درجات حرارة تعتبر قياسية نوعا ما، مثل ما حدث في منطقة القيروان التي صنفت السابعة عالميا من حيث درجات الحرارة. تقريبا هو كانت هناك تحذيرات، يعني تونس تقريبا في حزام النار في بالنسبة لارتفاع درجات الحرارة، كذلك ما يحدث في الجزائر والمغرب هو متزامن وقريب مما يحصل في تونس، لكن تقريبا هناك ضغط لأن هذه درجات الحرارة تشل نوعا ما الحركة الاقتصادية وحركة الإنسان وتشكل خطر على بعض الأنشطة التي تمارس في الهواء الطلق، وبالتالي تقريبا هناك لن تكون حكرا على تلك الأيام، بالعكس هي هذا افتتاح موسم الحرارة وافتتاح موسم الأرقام القياسية سواء في تونس أو منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط. طيب يعني ستكون هناك خلال الأيام القادمة أرقام قياسية جديدة للأسف. طيب إذا كان هذا فقط الافتتاح سيد حمدي، كيف يمكن التخفيف؟ يعني هنا رسالة للمواطن التونسي، كيف يمكن التخفيف من حدة الحرارة على المنزل على السيارة؟ يعني كيف يمكن الإنسان أن يخفف من حدة تلك الحرارة في حياته اليومية؟ حقيقة هناك الوسائل الاصطناعية اللجوء إلى التكييف، يعني وهو مكلف طاقيا تقريبا، ولا يخفى على الجميع أن تونس في دولة تشهد تبعية طاقية ونستورد جانب كبير من حاجاتنا الطاقية، وبالتالي كل استهلاك مفرط للطاقة ستكون عنده لاحقا تداعيات اقتصادية على الميزان التجاري لتونس. هذا بالنسبة للتكييف الصناعي، يعني الاعتماد على وسائل المكيفات. بالنسبة للوسائل الطبيعية أو الوسائل التراثية، وهذا ما الآن نرغب في لفت الأنظار إليه، باتت الآن تبرز أكثر من ذي قبل قيمة الأشجار والمناطق الخضراء التي تساعد نوعا ما على خلق مناخ يعني محيط بتلك المناطق وتساهم في تخفيف من شدة درجات الحرارة. كل ما كانت هناك انتشار للغابات والمناطق الخضراء أو حتى الحدائق في المنازل إلا تكون درجات الحرارة أقل من المناطق التي لا توجد فيها مناطق خضراء. هذا من جانب. كذلك بات الآن التوجه نحو البناءات التقليدية، يعني البناءات التي تعتمد تقنيات تراثية تساهم في تكييف الهواء بصفة طبيعية،
بالاعتماد على مواد البناء بشكل أساسي وهي الحجارة والطين والطوب، أو باستعمال تقريب تقنيات أخرى التي مثل القبب في العديد من المنازل التقليدية في تونس، أو الجوامع أو أماكن العبادة تقريبا كانت تحتوي تلك القبب التي تساهم في التكييف الطبيعي والتبريد الطبيعي للهواء. طيب سيد حمدي، ماذا عن الطاقة الشمسية؟ هل تؤيد يعني أن يذهب باتجاه المواطن في تونس في حال يعني ارتفاع تكلفة الكهرباء، بما أن تونس تستورد الكثير من الطاقة؟ نعم بالفعل صديقي، هي التوجه نحو الطاقات المتجددة من شأنها أن يحد نوعا ما في حجم الخسائر الاقتصادية لتونس، وسيكون هناك بديل إيكولوجي أو بديل صديق للبيئة لا ينتج كميات كبيرة من غازات الاحتباس الحراري مقارنة بالبترول أو بالغاز، وبالتالي ممكن هذه الأزمة ستدفع دفعا الحكومة التونسية التي تضع بعض العراقيل أمام قطاع الطاقات المتجددة للانفتاح أكثر على هذا القطاع، لأنه فيما سبق كانت تونس دولة رائدة ومن أوائل الدول الإفريقية التي اتخذت الاستثمار في طاقات الطاقة الشمسية، لكن بعد ثورة 2011 الأمور تعطلت وتعادت كثيرا، لكن الآن على الأقل في كل أزمة فرصة ممكن الحكومة التونسية والسلطة التونسية أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف المناخية وتكلفتها الاقتصادية لتتوجه نحو حلول ممكن أن تكون أكثر اقتصادية وصديقة للبيئة و كذلك نعم. مربحة على شكرا. المدى القصير والطويل للمواطن وللدولة كذلك. نعم، من تونس سيد حمدي حشاد الخبير في البيئة والمناخ، شكرا جزيلا لك.